احلى شعور في الدنيا. انا الحمد لله رب العالمين طلعت لنا ان شاء الله يا رب، نروح من الجامعة سلام الله متقبلة ان شاء الله. حلو كثير والله. انت اللي هيك الشهداء ولا الاسرى؟ لا لا الاسرى، احنا من اهل الاسرى. جوزي محكوم مؤبد 10 سنين يعني، والحمد لله رب العالمين. يعني مبسوطة فرحانة؟ لا الحمد لله رب العالمين مبسوط. اي ابني هذا كمان معي. والله بنشكر الله، يعني فرحنا كثير لهي الخطوة، وفرحنا انه ربنا كتب لنا انه نأدي هاي الفريضة، ونتمنى انه ربنا يتقبل، وان شاء الله الجميع بروح وبرجع سالم غانم. تذمروا أيها الإخوة والأخوات، لأن الضجر منهم الأجر، الضجر منهم الأجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، وأنتم أحباب الله ابتليتم الأشياء الثقيلة، الشهادة، الابتلاءات، وما دون ذلك هين. الحمد لله رب العالمين، هي مكرم يعني الواحد ان شاء الله طالع لها يعني نية حسنة ان شاء الله، وربنا يوفقنا وييسرها ان شاء الله، وراح ندعي ان شاء الله للأسرى بالفرج العاجل وطن ان شاء الله. انتم الذين تمثلون الشهداء والأسرى والجرحى في هذه الرحلة، هؤلاء الذين ضحوا بأعمارهم وضحوا بدمائهم في سبيل الله دفاعا عن هذه الأمة كلها، راحين تحجوا معها دفاعا عن المقدسات، المسجد الحرام والمسجد الاقصى والمسجد النبوي والمسجد الابراهيمي والمقدسات كلها في هذا البلد، ودفاعا عن هذا الشعب المؤمن الصابر المحاصر. كل معاكم ان شاء الله تكون رحله موفقه، حج مبرور ودم مبرور وسعي مبرور. انا اسامه ابو سلطان، والد طفل الشهيد امجد ابو سلطان. والله يعني رحلة إيمانية، الواحد بيعرف شو يوصف مشاعره فيها، والحمد لله يعني ربنا أكرمنا فيها بركة شهداء أسرانا وجرحانا، والحمد لله رب العالمين. ومش عارف أقول لك يعني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل شيء. نتأمل أن إن شاء الله في هذا الرحلة نكون بالمناسك على خير ما يرام، كاملة غير منقوصة، بمساعدة توجيه المرشد إن شاء الله. ربنا بعينا وربنا بتزيع عنا كل خير، وإن شاء الله سبحانه وتعالى ربنا يجعلنا نكون صورة طيبة وكويسة عن شعبنا وعن أمتنا وعن قضيتنا. إن شاء الله تكون رحلة، هي رحلة العمر حقيقة، ما في رحلة تقارن فيها أيا كانت هذه الرحلة ومهما كان مستواها. والناس اللي وفروا لنا هذه الرحلة وتعبوا على هذا الأمر أنا بشكركم جزيل الشكر. أنا أخوان كمان مرة أسامة أبو سلطان، حمزة دويب، نائب مفتي بيت لحم، مرشد هذا الباص ان شاء الله. اليوم سعاده كبيره يعني، ونتشرف بخدمه الحجاج، وخاصه انهم من ذوي الاسرى والشهداء والجرحى الذين يستحقون منا بذل الجهد، ويستحقون منا ان نخدمهم باعيننا. يعني احنا بهي الشهر الاسرى صرنا تقريبا شهرين نشتغل على ترتيبات الحج لاهالي الاسرى تحديدا، طبعا هم اليوم مع اهالي الشهداء. يعني حاليا بعد شوي راح ينطلق الباص من بيت لحم بوجه اريحه استلام جوازات السفر، ومن ثم الانطلاق الى المطار مباشره. يعني هذا الباص راح يوصل من هان المطار، راح مباشره نوصل الحجاج للمطار. في مرشدين وفي موظفين من الهيئه بيستنوهم بالمطار.
أساس توزيع الطائرات. رح يكون في عندنا رحلتين، رحلة اليوم المساء الساعة 9:30 ورحلة بكرة صباح الساعة 4:30 صباحا. رح يكون رحلة الحج 10 أيام كاملة، ابتداء من وصول الحجاج غداً إلى السعودية. يعني هذه مكرمة نحن ننتظرها من 2012، آخر مرة كانت رح يكون في عنا تقريباً 250 أسير ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، رح يجمعوا كلهم بمطار الانطلاق للسعودية إن شاء الله. يعني تكون رحلة موفقة حسب معلوماتنا، هي ستكون مكرمة كاملة، لا يوجد أي تكاليف على الحاج سواء كان أهل أسير أو أهل شهيد من لحظة الخروج من محافظة بيت لحم إلى العودة إلى استراحة أريحة بما فيها الأضاحي وملابس الإحرام والإقامة موفقة خالية من أي مشاكل، وأن يعود جميع أهالينا سواء كانوا أهالي أسراء أو أهالي شهداء في مستقبل إن شاء الله. جريح جهاد خالد محمد القطر. بالله رب العالمين، إن شعور لا يوصف. كمان تحدثت، والإنسان بيكون مرتاح بهذه الرحلة إن شاء الله، بتكون رحلة دينية روحانية للإنسان بالله والرسول. أكرم جوابري، راوية جوابري، ساجد الهريمي.